نعم، في الحقيقة اليوم منذ ساعات الصباح الأولى بالتزامن مع تقدم قوات النظام على محاور جبل الزاوية على معارض حرمة كفر سجنة تل أنمار، استطاعت الفصائل العسكرية بشن هجوم مباغت على مواقع تابعة للنظام السوري سيطرت عليها في الأيام وفي الأسابيع وفي الأشهر الماضية تقريبا على بلدة النيرب وما حولها. اليوم الفصائل العسكرية إذا مدعومة من قبل الجيش التركي حاولت يعني التقدم على عدة محاور، استطاعت البسط السيطرة على بلدة النيرب الواقعة جنوب شرق مدينة إدلب. إذن اليوم المعارك على أشدها، القصف ما زال مستمرا، المعارك على أشدها ما بين الفصائل العسكرية وقوات النظام على محور سان اشتباك. حتى هذه اللحظات عنيفة وبكل معنى الكلمة، استطاعت الفصائل العسكرية أسر 5 عناصر تابعين لقوات النظام والميليشيات المحلية والأجنبية على محور كما أيضا على بلدة سراقب ومدينة سراقب الواقع على محور في ريف إدلب الجنوبي الشرقي. الآن الفصائل العسكرية على مشارف مدينة سراقب. إذن الفصائل العسكرية إن استطاعت من حتى هذه اللحظات أو حتى لساعات الصباح من الممكن السيطرة على الطريق الدولي M5 وقطعه بشكل كامل على القوات الروسية المتواجدة هنالك. الطائرات الاستطلاعية ما زالت في أجواء محافظة إدلب. وأنا الآن أتحدث معكم، عشرات القذائف تتساقط على مدينة إدلب. حتى هذه اللحظات لم تصلنا الإحصائية لهنالك إن كان وجود إصابات أو شهداء بين الصفوف المدنيين. علما مدينة إدلب تحتوي أكثر من 1,000,000 نازح ومقيم في داخل المدينة. الاشتباكات الآن ما زالت متواجدة على مشارف بلدة النيرب وعلى مشارف على مدينة سراقب. الجدير بالذكر إذن قوات النظام اليوم استطاعت بسط سيطرتها على مدينة أو بلدة كفر سجنة الواقعة في ريف إدلب الجنوبي بعد انسحاب الفصائل العسكرية منها بشكل كامل وغياب شبه كامل للأسلحة الثقيلة من قبل الفصائل العسكرية. بالتزامن مع تقدم قوات النظام على جبل الزاوية، استهدفت قوات النظام والطائرات الحربية الروسية والسورية رتلا تابعا للجيش التركي في شرق بلدة البراء الواقع في جبل الزاوية. هذا الاستهداف أدى إلى مقتل ما يقارب 5 عناصر أعلنت عنها وزارة الدفاع التركية منذ قليل. إذن روسيا تستهدف الأرتال العسكرية التركية، تحاول منع تقدم للفصائل أو للأرتال التي تدخل حديثا. إذن هناك أرتال للاحتلال التركي، أي تعزيزات عسكرية تدخل إلى المنطقة يعني بشكل يومي؟ حتى هذه اللحظات اليوم دخل ما يقارب 3 أرتال، كل رتل ما يقارب يضم 50 آلية وأكثر. من ضمن هذه الأرتال دبابات وراجمات للصواريخ ومدافع، بالإضافة إلى عناصر من التابعين للقوات الخاصة الكوموندوز التركية، بالإضافة عشرات العناصر تنتشر في المدن والبلدات في مدينة أو في بلدات جبل الزاوية. خاصة منذ قليل انتشرت عدة آليات ثقيلة للجيش التركي في مدينة كفرنبيل الواقعة في جبل الزاوية لمنع تقدم قوات النظام على المدينة والسيطرة عليها. قوات تركية تدخل يوميا عشرات العناصر المشاة، القوات الخاصة تدخل يوميا. حتى هذه اللحظات لم تتوقف هذه الأرتال من الدخول إلى الأراضي السورية التركية. نعم، كنت معنا من ريف إدلب مراسلنا بلال الغاوي، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات.